هذا يقول: امرأة نذرت إذا شفي ابنها من مرض أن تصوم شهرين من كل سنة، وقد شفي ابنها وقد صامت ما يقارب 4 سنوات، في السنوات الأخيرة ألم بها مرض وهو صداع نصفي، وهذا المرض يتعبها في الصيام، حيث أنها إذا صامت وامتنعت عن الأكل يأتيها الصداع. كما هو معلوم أن الإنسان إذا نذر الطاعة يلزمه فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا لم يستطع الوفاء بالنذر، إذا عجز عن الوفاء بالنذر، فهو معذور، هو معذور. وما دام أنه يستطيع الوفاء بالنذر فإنه يجب عليه، لقوله سبحانه: يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فما دام يستطيع يجب عليه الوفاء بالنذر، وإذا عجز فهو معذور.